دعوناكم اليوم لنعرض عليكم وثيقة سياسية تعبر عن رؤية حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية في هذه المرحلة المهمة من تاريخ البلد. هذه الرؤية أعدها فريق فني متنوع الاهتمامات والاختصاصات، ونضجتها هيئات الحزب في ملتقيات وجلسات رسمية شارك فيها قادة الحزب ومؤسساته وخبراءه على قدر المتاح. هذه الرؤية جعلنا لها كما سترون هدفا، نزعم أننا نصبو من ورائها إلى الإصلاح. هذا هدفنا، هدفها الإصلاح، وجعلنا لها منهج في نظرنا هو أنسب ما يناسب هذا الإصلاح في هذه المرحلة، ألا وهو التشاور والحوار، وجعلنا له عنوان هو الشراكة والتعاون والعمل التوافقي. هذا ملخص هذه الرؤية. نرجو أن تكون هذه فرصة لنقاش سياسي. هذه وجهة نظرنا فيه، وأن نصل بعده إلى حوار وطني شامل لا يستثني إشكالا ولا يقصي طرفا. أستغل هذه السانحة لأعزيكم جميعا وأعزي الشعب الموريتاني بوداع وفاة رمز من رموزي، هو الرئيس سيدي محمد بن الشيخ عبد الله رحمة الله عليه وعلى جميع أموات المسلمين. وأخص بالتعزية الذين عرفوه عن قرب. ثم أشكر لكم جميعا كلا باسمه وبصفته، أشكر لكم هذا التشريف وهذا الحضور المميز وتلبية دعوة التواصل. إنا لممتنون لحضوركم، تنون لثقتكم